الكل في منطقة خطر. الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضايع. شوقي غريب بيحاول إنه ياخد ولو نقطة، ودي إنذار، انهالت الإنذارات الشوط الثاني. هتتعلق فوق، اتلعبت، خدع الكل، خدع الكل حتى محمود عبد الحكيم اتخدع فيها هو كمان بدون تنسيق، تنفيذ سيء للغاية. الشناوي خد الإنذار واكتفى بدور مثبت الكرات. 92 دقيقة والونش اللي هيطلع، طبعا لازم الونش اللي يطلع، وادي انذار تاني للونش على ما يبدو انه الانذارات دي تجهيز شيء ما قبل القمة، لانه لا يمكن لعيبة بحجم لعيبة نادي الزمالك تسعى للانذارات بالطريقة